عبد الجليل من نجم الجيل إلى العميل. ظهر عبد الجليل في أواخر ثمانينيات القرن الماضي كموهبة فريدة في كرة القدم المصرية. لعب بقميص الأهلي وتألق بشدة حتى انضم للمنتخب الوطني تحت قيادة الجنرال محمود الجهري، وشارك في تأهل المنتخب إلى مونديال إيطاليا 90، لكن تم استبعاده في اللحظات الأخيرة من الانضمام لقائمة المنتخب بالمونديال ليكمل مشواره مع الأهلي مطلع التسعينيات، ويصنف على أنه نجم جيله بلا منازع لما يتمتع به من مهارات عديدة وقدرته على اللعب بأكثر من مركز في المناطق الهجومية. لأسباب غير فنية استغنى الأهلي عن لاعبه وعمره 26 عاما فقط لينتقل إلى غريمه التقليدي الزمالك في فترة لم تشهد تألقا كبيرا بسبب عدم اندماجه مع الفريق الأبيض لوصفه بالعميل الأهلوي. بعيدا عن كونه نجما للجيل أو عميلا، يواصل عبد الجليل تألقه حاليا كواحد من نجوم التحليل